بقى ان شاء الله عشان بس وقت. تمام اوكي صح. هنبدأ بعد كده نعمل القط القطع الجانبي للجزء الثاني من بداية الحيطة بتاعت منطقة الجاينينج لحد منطقة الريسبشن. دايما اتفقنا ان احنا اول حاجة بنرسم شكل التصميم البلان بعد ما بندرس الاماكن التغليف بتاعت الحوائط. بعد كده بنعمل السخانة بتاعت المراية الداخلية والمراية الخارجية وعمق بيت النور. وبعد كده بنعمل القطع الجانبي بتاعت السقف. اول خطوة الخط اللي قدام حضراتكم هنعمل خط هنعمل خط من اول الحيطة بتاعت منطقة الدايننج لحد الحيطة بتاعت الريسبشن. ده خط الخرسانة، الخط ده بنعمله دوت، بنعمله على اللاير دوت. ثاني خطوة هنعمل بعد كده اوفست سقوط السقف. احنا قلنا ان سقوط السقف مرتبط بمقاسات الكورنيش. يعني انا مثلا المفروض ان انا يبقى عندي من بداية الكورنيش لحد سقوط السقف الخرسانة بداية الخرسانة اقل حاجة 10 سم. يعني الكورنيشة لو عندي ارتفاعها 10 يبقى 10 زائد 10 يبقى سقوط 20. لو كورنيشة 8 يبقى 8 زائد 10 زائد سقوط 18 وهكذا. بس اقل حاجة في سقوط السقف بيت النور يكون 15 سم. تمام؟ هناخد اوفست 15. تمام؟ السقوط السقوط 20 يبقى 2 0 0. الخط ده اعمله باللون الاحمر اللي هو سقوط السقف. بعد كده الخطوه اللي بعدها هنعمل سخانه المسطح الجبس 2 طن لفوق. الخطوه لو هنا كده لحد كده تمام، اكتب رقم واحد بعد اذنكم، اكتب رقم واحد. تمام. الخطوه اللي بعدها هنرسم بالامر البون لاين بي ال. هنبدا نرسم اللاين من اول بدايه الحيطه تمام لحد المرايه الخارجيه. احنا قلنا ان المرايه الخارجيه اللي هي اللي بتبقى قدام، والمرايه الداخليه اللي هي بتبقى بعد العمق البيت النور. تمام. ارتفاع الكورنيشة 10، سمك المرايه 2، سقوط المرايه لحد السمك المسطح الجبس عمق البيت النور، ارتفاع المرايه الداخليه لحد سقف الخرسانه سمك 2 سم، السقوط المرايه بعد كده لحد الحيطه بتاعت الدايم. تمام. الجزء اللي هنا لو خدت بالكم هنا هتلاقوا هنا في مرايه، مرايه خاصه بمنطقه الدايم ومرايه خاصه بمنطقه الريسبشن. هنعمل برضو هنا نفس الموضوع، هنرسم بول لاين من بدايه المرايه الخارجيه ارتفاع 10 واحد 0 0، سمك 2، سقوط المرايه عمق بيت النور، ارتفاع لحد سقف الخرسانه، سمك الجبس سقوط لحد سمك المرايه سمك المسطح الجبس من فوق. بعد كده اكمل لحد المرايه الداخليه بتاعت منطقه الريسبشن، الارتفاع السمك 2، السقوط عمق البيت النور، هنا الارتفاع هيبقى 8 لان انا عندي 8 زائد 2 السمك الجبس بعد يبقى 8 0. الناحيه الثانيه بس غلط من عندي، بس هعدلها عشان انا عندي السمك الجبس 2 وبعد كده 8 يبقى 10 5. بعد كده ال 10 وارجع تاني اقفل في نفس النقطة اللي انا بدأت بيها. هقف على اللاين هنا عادي وانزل الماوس لتحت واكتب 2 0، هينزل الفرق اللي هو 2 5. تمام. الناحية الثانية نفس الموضوع، هبدأ اعمل بداية المراية الخارجية ارتفاع 10، انا بدأ من تحت سمك الجبس السقوط عمق البيت النور، الارتفاع لحد سقف الخرسانة سمك الجبس السقوط اللي هو السمك الجبس من فوق لحد الحيطه بتاعت منطقه الريسبشن. بعد كده اقفل اللاين. نعمل لها بعد كده هات ان يبان القطع الجانبي بتاعت السقف. اوكي. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل قطاع السقف. يعني عشان كده احنا بنرسم كل قطاع من القطع سقوط الخرسانه عشان نقدر نطلع الاسقاط بتاعت السقف بشكل مظبوط. تمام. ده كده الاسقاط السقف اللي هي الجزء الثاني. لو تمام اكتب رقم 2. هنبدا نعمل برضو الاسقاط الثاني، الخط الثالث. تمام. هبدا اعمل برضو اعدل البلان ثاني في الاتجاه الواي. احنا كده رسمنا الاسقاط الاولاني اللي هي بتاعت منطقه الدايننج، الاسقاط الثاني اللي هي ما بين منطقه الدايننج ومنطقه الريسبشن. بعد كده ناخد الاسقاط اللي فيه البيت الستاره مع البيت النور مع السقف الفلات. هنا برضه سقف فلات اللي هي بعد منطقه الريسبشن.
هنعمل نفس الخطوه، الخط الخرسانه هيبدا من بدايه الحيطه لحد اخر الحيطه بتاعت منطقه الريسبشن. تمام. الخطوه اللي بعدها هناخد اوفست سقوط 20 سم اللي هو سقوط السقف. الخط ده هنخليه باللون الاحمر اللي هو سقوط السقف عشان تبقى الخطوط تبقى واضحه قدام حضراتكم. تخانه الجبس المسطح الجبس 2 سم لفوق. تمام. ده الخطوه الثانيه. بعد كده عندي هاخد بقى في حاجه مهمه، ان انا عندي هنا بيت ستاره. البيت ستاره ما ينفعش ان انت تقفله الجبس مكان البيت ستاره، بيبقى في فراغ. يبقى هعمل حاجه ثانيه هنا، لو اول ما اعرف ان هنا في بيت ستاره، الخط اللي انا عملتها لحضراتكم اللي هو من بعد البيت ستاره، هنعمل سمك اوفست 2 سم بتاعت المرايه بتاعت البيت الستاره. اوفست 2 سم المرايه بتاعت البيت الستاره. طب يا باشمهندس، طب لو انا عندي المرايه بادئه من بدايه الشباك لنهايه الشباك، هرسم البول لاين على حسب فتحه الشباك، البول لاين بتاعت فتحه البيت الستاره، واعمل برضو اوفست 2 سم اللي هي الجزئيه اللي قدام حضراتكم هنا موجوده في الصوره. المنطقه الريسبشن البروز اللي قدام حضراتكم هنا ده بروز كام؟ برود 20 سم. تمام. يبقى انا ارسم البول لاين الحرف الان بتاعت السقف. خلينا نرسمها مع بعض على البلان. دي منطقه الشباك، اعمل مثلا فتحه بيت ستاره وليكن مثلا 2 متر و 2 متر و 2 متر ونص، يبقى متر 25 متر 25. ارسم البول لاين ده البيت الستاره. اوفست 2 سم 2 سم. تمام. السقف زي ما حضراتكم شايفين ده المفروض السقف. طب تخلي بالكم ان هنا القطع بتاعت السقف بعد بيت الستاره هيبقى شكل مختلف غير القطع اللي عند بيت الستاره، هنعملها مع بعض دلوقتي. تمام. طيب خلينا نبدا عند بيت الستاره. احنا عملنا السقوط العمق بيت الستاره 20، يبقى انا عندي مرايه نازله 20 سم، وبعد كده اكمل بقيه السقف. اخد هنا بون لاين من بدايه السقف خرسانه لحد السقوط 20 لحد المرايه الخارجيه ارتفاع 10 سم 1.00. سمك المرايه، السقوط المرايه، عمق بيت النور، ارتفاع المرايه الخارجيه لحد السقف الخرسانه، بعد كده السقوط المرايه لحد ما اوصل لنفس النقطه اللي انا بدات بيها بتاعت المرايه بتاعت البيت الستاره. يبقى ده كده شكل القطاع لحضراتكم. الفرق بس ان احنا عندنا هنا في التصميم الاولاني القطاع بدا من الحيطه، لكن انا لو عندي فراغ ما بين الحيطه وما بين البيت الستاره لازم يبقى في مرايه نازله من السقف الخرسانه لحد سقوط السقف. تمام. هنرسم الناحيه الثانيه نفس الخطوات. بدايه المرايه ارتفاع 10 اللي هي الارتفاع الكورنيشه، سمك المرايه، سقوط عمق 10 سم، ارتفاع لحد الخرسانه في السقف، سمك المرايه، السقوط، اكمل لحد فين؟ لحد نهايه الطرقه او نهايه منطقه الريسبشن. تمام. ده كده الشكل القطاع الجزء الثاني. هنعمل لها هش دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده رسمنا الشكل القطاع. احنا برضه هنعمل هش برضه لبيت الستاره. هو بس في مشكله في اللاين. تمام. تمام كده. يبقى احنا رسمنا كام مسقط؟ رسمنا ثلاث مساقط بتاعت القطع الجانبي للسقف على حسب التصميم. هنا برضه المفروض يتعمل قطع برضه لان هنا مفيش بيت ستاره. هاخد نفس الرسمه، هناخد برضه خط القطع خرسانه قبل بيت الستاره. تمام. السقوط 20 سم. سمك المسطح الجبس 2 سم لفوق. الخط ده اعملها باللون الاحمر بتاع سقوط السقف. يبقى هنا القطع الجانبي بتاع السقف هيبدا فلات، مش هيبقى فيه بيت ستاره، لحد المرايه الخارجيه ارتفاع 10، سمك الجبس، السقوط، عمق البيت النور، الارتفاع لحد السقف الخرسانه، سمك الجبس، السقوط لحد سمك الجبس من فوق، بعد كده لحد بدايه الحيطه بتاعت منطقه الريسبشن. الناحيه الثانيه الارتفاع المرايه 10،
سمك الجبس، سقوط عمق البيت النور، ارتفاع المرايه الخارجيه الداخليه، سمك الجبس، المرايه الداخليه، السقوط لحد نهايه المنطقه الرسبه. تمام، هعمل بعد كده هس. تمام كده، لحد الخطوه دي كده ممكن حضراتكم بس لو تمام اكتبوا رقم 2 لحد كده، لو تمام اكتبوا رقم 2. تمام، الخطوه الاخيره هنبدا بعد كده نمسح الخطوط العمل. الخطوط العمل ده بيتمسح، اللي هو سقوط السقف. يبقى ده شكل البلان اللي انا بسلمها للمهندس اللي هينفذ في الموقع او الصنايعي اللي هيشتغل في الجبتون بورد في الموقع. تمام، في حاجه اخيره، في حاجه ثانيه هنعملها دلوقتي، ان احنا بنحط، مهم جدا ان احنا نحط المناسيب السقف. يعني ايه المناسيب السقف؟ في طريقتين. الطريقه ان انا بكتب اللي منتشر في السوق، ان الناس بتكتب زائد 15 زائد 20، ده مش صح. الصح ان احنا نكتب المناسيب من التشطيب الارضيه، بمعنى ان انا لو عندي ارتفاع السقف من الارض للسقف 3 متر وانا عامل سقوط 20، يبقى انا هكتب زائد 2 متر و80. لو عندي سقوط 25 يبقى انا هكتب 2 متر و75. لو انا عندي سقوط 35 يبقى 2 متر و 2 متر و سوري 2 متر و65. تمام، على حسب المناسيب بتاعه السقف. المستوى المنسوب بيتحسب من التشطيب الارضيه لحد سقف الخرسانه. اي حاجه نازله من سقف الخرسانه بنقصها من الارتفاع الدور. هنعملها مع بعض دلوقتي. احنا قلنا هنا نفترض ان الارتفاع الدور هنا مثلا 3 متر، تمام، من التشطيب الارضيه لحد سقف الخرسانه. في حاجه اخيره بس نسينا نرسمها، المفروض ان احنا نرسم قبل ما نتكلم في المناسيب، نرسم شكل القطاع الكورنيش. هوريكم بس فايل لمشروع احنا عاملينها في الورشه بتاعت المشتركين معانا في النظام الاول. دي شكل الكورنيش اللي هي خاص بالديزاين، المشروع اللي قدام حضراتكم دي جايبها من الكتالوج اللي هي كتالوج سيرتي فلوج. طبعا الحاجات دي لازم نرسمها اوتوكاد علشان تبقى المقاسات مرتبطه بالمقاسات الموجوده في السوق. ما ينفعش نجيب بلوكات جاهزه، لان كل شركه ليها منتجاتها وليها الكود بتاعها وليها الشكل بتاعت الديزاين، سواء الكورنيشه او البيوتك او الكره او الاعمده بتاعت البيوتك، ايا كان التفاصيل بتاعت القامات البيوتك. نفترض ان احنا هناخد الشكل الكورنيشه دي اللي هي موجوده في التصميم. طبعا ده مش هو ده نفس الديزاين، بس الصح ان انتوا هتجيبوها من الكتالوج وترسموا وتاخدوا المقاس اللي مكتوب قدام حضراتكم هنا، المقاس الكورنيشه ديت الارتفاع العود الكورنيشه اللي هي بتبقى 2 متر و40. دي الارتفاع الكورنيشه اللي هي 10.5 في 7. 10.5 10.5 ارتفاع وعمق 7 سم. تمام، العود بتاعت الكرانيت بتبقى 2 متر و40. 2 متر و40. طيب نرجع تاني، زي ما حضراتكم شايفين الحاجات دي احنا هنرسمها طبعا من الكتالوج، ما بنجيبهاش جاهزه لان كل شركه ليها المنتجات بتاعتها. هناخد بس شكل الكورنيشه، هناخد شكل الكورنيشه كوبي نحطها على البلان كنترول في. احنا قلنا الارتفاع الكورنيشه كام؟ ارتفاع الكورنيشه وليكن 10 سم. انا هعمل لها سكيل طبعا عشان بس وقت الزوم، لكن الصح ان انتوا بترسموها من الكتالوج. تمام، 10، هعمل بس سكيل لشكل الكورنيشه. تمام، الاسقاط الجانبي بتاعت الكورنيشه لازم تتحط في القطاع زي ما حضراتكم شايفين كده. ليه يا باشمهندس؟ لان احنا بعد كده هنعمل الاوفست بتاعت اللاين بتاعت الكورنيشه على البلان. يبقى الخط اللي هو المرايه الخارجيه، المرايه الخارجيه هنعمل اوفست، المرايه الخارجيه هنعمل اوفست اوفست لحد وسط الكورنيشه. دي واحده، هعمل بس اكس لاين. دي ده كده العمق الكورنيشه، الارتفاع الكورنيشه اللي احنا رسمناه في القطاع الجانبي. العمق الكورنيشه على حسب الموجود في الكتالوج، ممكن يبقى عمق 7، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 12، ممكن يبقى 15. تمام، هاخد اوفست الخط ده لحد بدايه الكورنيشه. يبقى ده كده البون لاين بتاعت الكورنيشه في البلان. هنعمل خط قطع على 45، الاسقاط دي لازم تتحط في البلان، وخصوصا لو التصميم كلاسيك. القطع هنا برده 45، هنا برده 45. تمام، الخطوه اللي بعدها ببدا اعمل، شايفين الخطوط الكيرف؟ يعني الكيرف ده بدايه الكورنيشه. كل كيرف لازم يبقى فيه خط قطع الاسقاط بتاعت الكورنيشه على البلان. دي مصطلحات بتتعمل في التوب روم بتاعت السقف. هعمل هنا اوفست الخط لحد السمك الحليه، اوفست تاني لحد الكيرف بدايه الكيرف، اوفست ثالث
انا بمشي على الكيرف اللي موجود في التصميم، الموجود في التصميم القطاع الجانبي بتاع الكورنيش على حسب الديزاين الموجود في الكتالوج. تمام. هنا برضو الكيرف، الكيرف الرابع، الكيرف نهايه الكيرف الكورنيشه الثالث، وبعد كده الشكل الكورنيشه المفروض يبان في البلان، في البلان بتاعه. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، اول ما اشوف البلان الخطوط كتيره وفيها خط قطع 45 اعرف ان ده كورنيشه حوالين التصميم السقف. نفس الخطوه دي هنرسمها في السقف اللي فوق بتاعت منطقه الطعام او الدايننج. تمام. دي كده الخطوه رقم رقم 3 في الزوم الثاني. لو تمام اكتب رقم 3 بعد اذنكم، وبعد كده نمسك الخطوه الرابعه. طيب الخطوه بعد كده الاخيره ان احنا بنحط المناسيب السقف. هتلاقي في اكواد انا مديها لحضراتكم في المكتبه، في اكواد انا مديها لحضراتكم في المكتبه، الكود بتاع المناسيب السقف، الاسم الفراغ، الخامات المستخدمه في السقف اللي هو زي الدهان، زي الجبتون بورد، الكود الكورنيشه، الكود، كل خامه موجوده في التصميم بيبقى ليها كود او بنكتب الاسم الخامه المستخدمه في التصميم. اول حاجه طبعا هناخد المناسيب، كوبي كنترول سي كنترول في. زي ما قلت لحضراتكم الجزء اللي في النص ده المستوى الزيرو، يبقى هكتب هنا 3 متر لان ده المستوى المفروض من 3 متر. السقف الخرسانه في الموقع في التصفيف بنعمل في 2 سم سمك خامه جبس او بنقول عليها مطيط، مطيط باللغه المصري، مطيط اللي هي بتبقى سمك الجبس عامل زي فكره المحاره بس بنعملها بالجبس، او نقول 2 سم جبس اللي هو مش الجبس الجبسون بورد، هو خامه جبس بيتعمل تحت السقوط السقف تحت السقف الخرسانة على طول. يبقى هنكتب هنا 2 متر علامه 8 سوري 9 8 لان انا هنقص 2 سم قيمه ال 2 سم قيمه السمك الجبس. تمام. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه الجزء اللي فوق اللي هو السقوط ال 20 هننقص 20 سم من ال 3 متر، يبقى هنكتب هنا 2 متر و80. تمام؟ 2 متر و80، بناخد دايما المنسوب من التصويب الارضي. 2 متر و80. هنكرر الاكواد في كل جزء في البلان. هنا برضه 2 متر و80. هنا 2 متر و80. 2 متر و80. تمام؟ بنوزعها في الاماكن اللي فيها اللي فيها نفس المنسوب ال 2 متر 80. بعد كده هنحط برضو الكود اللي هو 2 متر 98 الجزء اللي في النص اللي هي بتاعت المنطقه اللي هي السقف القرفان. تمام. دي أو دي كده الخطوه رقم 4. ممكن حضراتكم لو تمام اكتبوا رقم 4 بعد اذنكم. تمام. طيب الخطوه الاخيره بقى الاهم من الاهم حاجه بعد ما بنخلص الرسمه، كل مستوى موجود في السقف بناخد هش مختلف. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني مثلا لو انا خدت هش 45 وكتبت جنبها 2 متر و80، اول ما اشوف الهش اللي على البلان بنفس الهش اعرف ان ده منسوب السقوط ال 2 متر و80. هش ثالث، المستوى الثالث، المستوى الرابع، المستوى الاول، على حسب التصميم السقف. اول حاجه هنعملها طبعا هنعمل بول لاين. المفروض ان انا يبقى عندي بول لاين اللي انا عملتها لحضراتكم في الملف العمل بتاع في الورقه، انا هعملها بس بلون ثاني وليكن مثلا باللون باللون البنفسجي. تمام. هرسم البون لاين اللي هي من بعد السمك المحاره. تمام. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ابدا اعمل هش لحضراتكم، بس هعملها لكم هطبقها مرتين عشان بس المعلومه تبقى واضحه بالنسبه لحضراتكم. اول حاجه هفتح قائمه الهش، اختار حاجه اسمها اد سيلكتد اوبجكت. سيلكتد اوبجكت اللي الخطوط اللي معموله بالبول لاين بيبقى سيلكتد، لكن البيست بوينت النقطه اللي بحددها في المتقطع هو اللي بيعمل الهاش بتاعها. هنختار اد سيلكتد اوبجكت، هنختار الخط اللي احنا عملناه من شويه والمرايه الخارجيه. تمام. وهنا برضه هنختار المرايه الخارجيه اللي هي بتاعت منطقه الريسبشن والمرايه الخارجيه اللي هي بتاعت منطقه الطعام. بعد كده ندوس انتر. هنختار الهاش بلاش الهاش ال 45 لان دي خط بالخرسانه. الهاش ال 45 مسافه يعني خطين، مسافه خطين ده بتاعت الحوائط.
هنغير الشكل الهاش، نختار اي هاش تاني غير ال 45. هاخد بس هاش مثلا دوت، اوكي السكيل اخليها هنا 200 بعد كده اوكي. طبعا السكيل هنا الهاش هنا صغير شويه، هعمل كليك يمين هاش ايديت، كبر السكيل شويه خليها 400 تمام. يبقى زي ما حضراتكم شايفين، اول ما اشوف الهاش المنطقه دي كلها هاش واحد، اعرف ان ده سقوط 2 متر و5 2 متر و85 تمام. السقف الخرسانه ما بنعملش هاش، احنا بنعمل هاش للحاجات اللي فيها ليفل مستوى تمام. كده احنا خلصنا تطبيق النموذج الاول. لو كده تمام اكتب رقم 5. هبدا بعد كده هرد على الاسئله. انا مع حضراتكم لمده 4 دقائق، هناخد بريك. شكرا لحضوركم جميعا، اتمنى اكون حضراتكم استفدتم من المحاضره الاولى النموذج الاول الجزء الاول والثاني. استضافتم ان شاء الله في النموذج الثاني التطبيق الخاص بالمهندسه جيهان العباسي في الفيديو القادم ان شاء الله. انتظار تطبيقات حضراتكم على البوست الخاص بالوان ووركشوب تطبيق النموذج الأول.